بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل البر والوفاء. كثير من الناس ما يسأل عن الموضع الذي يبتدئ منه حساب الفرسخين، لا سيما في المدن الكبيرة التي يتصل فيها العمران، وليس في هذه المسألة في الحقيقة دليل نصي لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نظرا لأن هذه المسألة لم تكن واقعة زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يشهد زمانه عليه الصلاة والسلام المدن العصرية ممتدة العمران التي نشهدها اليوم. ولذا تباينت آراء العلماء في هذه المسألة، والكل منها سائغ إن شاء الله تعالى. فمن كان يعيش في مدينة كبيرة ممتدة العمران فله أن يأخذ بأحد هذه الآراء الثلاثة: إما أن يحسب الفرسخين من منزله الذي يقطنه، هذا رأي أفتى به الإمام الخليلي رحمه الله تعالى أهل زنجبار عندما امتد عمرانهم، ورأى أنه رأي يمكن العمل به بالنسبة لأهل زنجبار ومن كان في حكمهم بطبيعة الحال. وهذا الرأي رأي استحسنه أيضا شيخنا القنوبي حفظه الله تعالى حينما قال: وهو رأي حسن سائغ، أن يبتدي الإنسان حساب الفرسخين من منزله الذي يقطنه إن كان العمران ممتدا غير متناهٍ. وهنالك رأي آخر أن يوطن الإنسان الحوزة الواسعة التي يعيش فيها، أن يوطن مثلا ما يعرف اليوم عندنا بالولاية التي يعيش فيها، كان يوطن على سبيل المثال ولاية السيب أو ولاية بوشهر أو ولاية المطرح، فحيثما خرج من حدود هذه الولاية فإنه يبتدئ حساب الفرسخين 12 كيلو مترا، وحيثما جاوز 12 كيلو مترا يشرع له بل يجب عليه قصر الصلاة. وأما الرأي الثالث فهو أن يوطن القرية أو المنطقة التي يعيش فيها ضمن تلك الحوزة الواسعة، فحيثما خرج من قريته أو المنطقة المعينة في تلك الحوزة الواسعة خرج من حدودها فإن له أن يحسب حساب الفرسخين، وقد يكون ذلك عن طريق شوارع عامة معينة أو عن طريق جسور، أو إذا كانت هنالك أودية فواصل طبيعية فلا شك أنها تعد فاصلا طبيعيا ينتهي عنده العمران. وأما من كان يعيش في القرى غير ممتدة العمران فلا شك أنها محاطة بفواصل طبيعية كأودية أو شراج أو انقطاع في العمران، والعمران ما نقصد به المنازل والمزارع والأشجار وهكذا، بحيث من قطع العمران فيشرع للإنسان أن يبتدئ حساب الفرسخين. فهذه آراء ولكل وجهة هو موليها، فمن أخذ برأي معتبر في هذه المسألة فإنه لا يضيق عليه إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يلهمنا رشدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.